ذكر عز وجل صورة أخرى في بيان ضياع هؤلاء الداعين وهؤلاء العابدين حينما يعبدون غير الله عز وجل. قال تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. مثل من يدعو هؤلاء المعبودين مثله كمثل رجل في برية مع رفقة له، وإذا به يدعى من قبل رفقته هلم إلينا الطريق ها هنا، وهو يتبع الغيلان التي هي الشياطين التي تضل الناس في الصحاري، فهو لا يدري أيأتي إلى هؤلاء أم يذهب مع هذا الغول، فيكون أمره في ضياع وفي خسران.